يا اهلا وسهلا. ما حدش بيعجبه شكله في الصور، فالبنات مثلا ما يقدروش يتصوروا من غير فلاتر، والولاد كمان دخلوا على الخط، وفلاتر سناب شات وانستجرام بتغير ملامح وشكل الوش تماما، بتخلي كل البنات انجلينا جولي والشباب جورج كلوني. وبنزعل لو حد غفلنا وخد لنا صورة كده ما تعجبناش، فبنقول له طبعا امسح الصور. بنتصور ولا 20 صورة عشان نختار صورة واحدة بس وننشرها، وحتى ما نبقاش راضيين عنها. تفتكر ليه بنكره نشوف صورنا وما بتعجبناش، مع ان اللي حواليك ممكن يكونوا شايفينها حلوة جدا؟ احنا متحيزين بالمبالغة في اعجابنا باشكالنا، بيسموه في علم النفس تعزيز الذات، وهو اننا بنميل لتقييم سماتنا وقدراتنا بشكل ايجابي اكتر من الواقع في حالة المظهر الجسدي. تلاقي الواحد تخين وبكرش وهو شايف نفسه جميل ووسيم. بجد بجد ربنا يحميني، انا مبهور بيا. التحيز ده بيخلينا نعتقد اننا عندنا جاذبية ما حصلتش. في دراسة عملت على مجموعة من الأفراد، الباحثين قدموا لهم صور حقيقية ليهم وصور تانية معدلة بطريقة خلتهم جذابين أكتر، وطلب المشاركين اختيار صورة حقيقية بتمثلهم. اختار المشاركين في التجربة الصور المعدلة اللي هم فيها أكثر جاذبية، وراحوا جايبين ناس غرباء طلبوا منهم يختاروا صور بتمثل المشتركين، فاختاروا الصور الحقيقية لكل مشترك. التحيز في رؤيتنا لأنفسنا بأننا أجمل من الواقع بتخلينا نشوف الصور ما بتعكسش الحقيقة وبتخلينا ما نحبهاش. وحب أقولك السبب هو المراية. بنشوف نفسنا جذابين في المراية عشان اتعودنا نشوف صورنا كتير على مدار اليوم، في البيت، في الحمام، في الأسانسير، العربية، كل حتة حفظنا شكلنا وحبناه، فأي صورة هتبقى مختلفة عن صورتنا في المراية أكيد هنرفضها. سنة 1977 في دراسة عملت اسمها نظرية صور الوجه المعكوسة والتعرض المستمر. الأخصائيين النفسيين قالوا إن الأشخاص هيفضلوا صورة للوجه تتناسب مع صورة المرآة بدل صورتهم الحقيقية. المثير بقى في الموضوع إن صورتنا في المراية جذابة أكتر نتيجة التعرض المستمر اللي بيخلينا نحب شكلنا ونتعايش معاه وما نشوفش فيه أي عيوب. فاللي بيخلينا نكره صورنا هو المراية بعد التعرض المستمر. فلما بتتصور صورة ما بتنقلش الحقيقة اللي في دماغك، انت ما بتصدقش وما بتعجبكش. مفيش حد دلوقتي بينزل صورته من غير تعديل، لكن لو كل شخص حس بالرضا تجاه صورته وشكله فهينشر الصورة عادي جدا من غير تعديل او فلاتر، وده طبعا ما بيحصلش. في النهاية المشكلة عمرها ما كانت في الخوف من التصوير، لكنها عرض من اعراض النقد الذاتي القاسي. فلازم نتقبل أشكالنا ونتعامل مع نفسنا بقدر من الاحترام والرحمة، وخليك واثق في نفسك وما تقلقش، صورك حلوة. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. شكرا، شوفكم في حلقة جديدة.